ينضم إلينا من رفح مراسل الغد أيمن أبو شنب. أيمن، أهلا بك، باستشهاد الزميل المصور يزن الزويدي، وأنت اشتغلت معه شخصيا في العمل الميداني داخل القطاع. لو تحدثنا عن حجم الأخطار التي تلقونها كل لحظة وكل يوم في القطاع جراء هذا العدوان، وكيف يتفاعل نبأ استشهاده بين الأوساط الصحفية الفلسطينية؟ حالة من الحزن وأيضا أجواء الحزن والدموع في مكتب قناة الغد هو سيد الموقف، حزنا وعلى استشهاد الزميل الصحفي يزن الزويدي في غارة إسرائيلية على بلدة بيت حانون شمالي محافظة قطاع غزة. نفقد اليوم زميلا عزيزا ومخلصا في عمله وفي ومؤديا لواجبه المهني والميداني، والذي كان من أوائل المبادرين في العمل الميداني وله بصماته الخاصة في الميدان، وأيضا كان من الفرسان في الميدان ومن يعني الزملاء الذين تركوا بصمة في جميلة في مكتب قناة الغد في غزة. ولكن عزاؤنا هو أن جميع الزملاء في أسرة قناة الغد والأسرة الصحفية يقفون خلف الزميل والشهيد يزن الزويدي في تأدية الرسالة والاستمرار في العمل ونقل الرسالة بكل مهنية وشفافية من أجل نقل معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة الذين يتعرضون منذ 100 يوم لعدوان إسرائيلي غاشم في قطاع غزة. وأيضا عزاؤنا بأن الزملاء كما تحدثت خلف الزميل يزن وسيستمرون على نفس الدرب وعلى نفس أيضا على عهد الشهداء هو الاستمرار في نقل الحقيقة كما هي دون مواربة وبكل شفافية ومهنية. هذه هي الرسالة التي سمعناها ونسمعها من الزملاء في مكتب قناة الغد في غزة ومن الأسرة الصحفية في محافظة قطاع غزة الذين أموا نقطة مكتب الغد في رفح، الذين جاءوا معزين باستشهاد زميلنا الصحفي يزن الزويدي. كل التعازي لوالدة الشهيد وللزميل عطا الزويدي باستشهاد ابن شقيقته ولذويه ومحبيه، ونسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وأيضا في آخر التطورات الميدانية في محافظات قطاع غزة هو الاستمرار في استمرار الغارات الإسرائيلية على جميع محافظات قطاع غزة. قبل قليل كان هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية على منطقة خان يونس وعلى المنطقة الوسطى في دير البلح وعلى المغازي والنصيرات والبريج والزوايدة. أيضا في هناك في مدينة غزة شهدت اليوم قصفا عنيفا على مناطق عدة في مدينة غزة، وأسفرت هذه الغارات عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين. أيضا في المحافظة الشمالية كان هناك عدد من الشهداء في قصف إسرائيلي على المحافظة، لكن وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة خلال الساعات 24 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد أكثر من 120 شهيدا وأكثر وإصابة أكثر من 240 إصابة بجراح مختلفة، وتم نقل جميع الإصابات إلى
مشافي محافظات القطاع، لكن نحن في محافظة رفح منذ صباح اليوم لم نسجل أي غارة إسرائيلية على هذه المحافظة. الهدوء الحذر هو سيد الموقف، لكن التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة هو سيد الموقف في هذه المحافظة التي كانت خلال الأيام الماضية أسفرت الغارات فيها عن عدد كبير من الشهداء والجرحى، ولمسنا ولاحظنا هناك ازدياد في عدد الغارات الإسرائيلية على محافظة رفح مؤخرا، ورغم أيضا حالة النزوح المستمرة على هذه المحافظة جراء استمرار العدوان واستمرار الغارات الإسرائيلية على محافظة خان يونس وعلى محافظة الوسطى. النازحون يتكدسون في المنطقة، في منطقة تل السلطان وفي الحي السعودي غربي محافظة رفح، في ظروف غير إنسانية وصعبة جدا نتيجة عدم وجود أي من مقومات الحياة الأساسية التي يحتاجها أي إنسان على هذه الأرض. لكن هنا الناس محرومون من أبسط مقومات الحياة نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية ونتيجة استمرار الحصار اليوم 100%. كل ما يدخل عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي فقط عشرات الشاحنات، وهي من المساعدات ومن البضائع التي ومن عشرات شاحنات البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة ولا تلبي احتياجات سكان القطاع. هنا قطاع غزة بحاجة إلى مئات الشاحنات من المساعدات ومن الغذاء ومن المياه النظيفة ومن المستهلكات الطبية والأدوية التي أصبحت شحيحة في محافظات قطاع غزة وفي أيضا محافظة رفح التي يقطنها أكثر من 1,300,000 مواطن ونازح في ظروف غير إنسانية وصعبة، أوضاع كارثية، وتزداد الأمور سوءا في هذه المحافظة جراء عدم توفر الأدوات البسيطة للناس مثل الكهرباء وعدم توفر أدوات التدفئة أو وسائل التدفئة، وخاصة نحن في المربعانية التي تكون أجواء فيها باردة ليلا وأيضا تكون الشمس ساطعة أوقات الظهيرة، وهناك أيضا انتشار للأوبئة والأمراض في جميع مراكز اللواء في محافظة رفح. وسجلت وزارة الصحة إصابة أكثر من 500,000 أكثر من 500,000 إصابة بأمراض معدية في جميع المراكز، وهي غير قادرة على هذا الضغط الكبير، ما شافي محافظة رفح غير قادر على استيعاب هذا الرقم من المرضى ومن أيضا الجرحى، أعداد الجرحى الكبيرة التي تصل للمستشفيات نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية على محافظات قطاع غزة. أوضاع كارثية وصعبة، الجميع بحاجة إلى مساعدات ومعونات وأيضا ومطالبات بضرورة إدخال المساعدات بصورة عاجلة وبكمية وبأعداد كبيرة، كما تحدثت الأونروا وطالبت بضرورة أيضا وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى هذه المحافظات، محافظات قطاع غزة. وأيضا هناك حديث من قبل الأونروا بضرورة أو تحذيرات من الدخول في مجاعة حقيقية في محافظة رفح وباقي المحافظات لعدم وصول المساعدات بأعداد كبيرة. إذن أوضاع مأساوية وقاسية في جميع محافظات قطاع غزة لاستمرار العدوان الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي لليوم 100%. شكرا جزيلا لك من رفح مراسل الغد أيمن أبو شنب.